ثابكم الله. وهذا سؤال أيضا له من الموقع، يقول: هل الإسبال في السراويل يعد من الإسبال المنهي عنه بدليل حصر الإسبال في الثوب والعمامة والقميص؟ نعم، يعد من الإسبال ما نزل عن الكعبين، هذا عام، في الثوب، في البشت، في الإزار، في السراويل، ما نزل عن الكعبين فهو في النار. نعم.